السلام عليكم. فلوق اليوم جبرتوني غادي نمشي نكلب ضد الخيل اللي جاب تبيله نادي الفروسيه البوغاس. عندي ذكريات بزاف هذا الكلوب هذا، كنت كنخدم هنايا شحال هادي قبل ما نتزوج ونمشي لاسبانيا. كان هذا هو البيرو ديالي اللي كتشوفوا قبلتكم. كنت كنقيل جلسه هنايا من 9 الصباح حتى 6 العشيه، كنت كنقيل قبلت الخيوله عاد وكان منظر غزال. عرفت واش حتوحشت هاد الدنيا، واش حتوحشت هاد الريحه، ريحه ديال الخيل. شوف طبعا هاد الخيوله حتى واحد ما كنعرف فيهم، باقي واحد الطبيعه كانت ملي كنت انا، ما عرفتش واش باقا ولا لا. غنمشي نشوف دابا واش باقا. هادو جدادين بلاتي نوريكم. ها هي الطبيعه ديالي، ها هي الحبيبه ديالي، حبيبه مسكينه كبرات صافي مابقاتش كتركب دابا. عقلتيني مسكينه. عملت لكم واحد الدوره خفيفه هنايا تشوفوا المنظر كيفاش عامل لابد ميسرجوا لي الخيل اللي غادي نركب عليه. صراحه المنظر غزال هنايا، كيفاش على القلب. هذا جنيد راكب على بوني فرحان مسكين عجبو الحال، وهادي هنايا كنفرح انا بهذا الخيل. هذا اول مره نتعرف عليه، اسمه داركو. عاد جابوه ما كانش ملي كنت انا كنخدم هنايا، هادي مده ما ركبت على الخيل. ملي كنت كنخدم هنايا كنت كنركب تقريبا يوميا، وكنت تعلمت. دابا جبرت راسي نسيت شويه، ان شاء الله كنهز الخيل ونضرب دوره. انا كنت كنجرب الخيل تبارك الله، مهم جلست مدة وسنين هادي. صافي ركبت مع راسي، دورت سباسيت، عملت التصاور ديالي فيديوهات ديالي. صافي ملي ساليت نزلت هنايا عملت لكم دورة في الكلوب، صورت لكم الخيولة اللي كاين. هادو بونيس ديك ستيدوين، منظر غزال هنايا كيف ما قلت لكم، ما كاينش القنط. انا كنت كنقيل مفوجة مع راسي مع الخيولة. صافي ملي سالينا هنايا خرجنا مشينا اشقر واحد القهوة مزيونة، هيدا قهوة شعبية على بحر اسمها بلادي. شربت اتاي نقرب النعناع وانا كنتفرج في الغروب، منظر مزيون صراحة. ما سخيناش، بقينا جالسين حتى تحسلس وهنايا كناكل بيان والزريعة. صافي ملي كنا راجعين فحالنا دوست من عند الرحموني، اشهر واحد كيعمل باستيلي دي لينغوا في طنجة. كريت باستيلي دي لينغوا كنت موحشة الصراحة. وصافي هنايا كيتسالى فلوك اليوم. بسلامة.